لكن الاهم انك تساند دلوقتي منتخب مصر، تفضل ورا المنتخب ايا كانت العيوب ايه، ايا كانت السلبيات ايه. زي ما في سلبيات في برضو ايجابيات. ايجابيات بتتمثل في ايه؟ انك كسبت الثلاث ماتشات، في انك كمان ما استقبلتش ولا هدف، وكان التوفيق بصراحه حليفك جدا في الثلاث ماتشات، واول مره في تاريخ مصر على فكره ما تستقبلش ولا هدف في الجوله او في الدور الاول من بطوله الامم الافريقيه على مدار التاريخ يعني. فدي برضو حاجه ايجابيه، حاجه كويسه. من ضمن الايجابيات ان انت عندك بعض اللاعبين في مستواهم بخلاف اللاعبين اللي غير اللي في غير مستواهم اطلاقا يعني، لكن عندك الاسلحه اللي بتقدر تخلص لك، تريزيجيه وصلاح بالاضافه لتالق الشناوي، حجازي، محمود علاء لما كان بيلعب اول ماتشين يعني. ف في امل، في تحفيز لازم يكون موجود بالنسبه للاعبين الفتره الجايه عشان ما يبقاش الانتقاد دائم، لا انت بتنتقد نقد بناء وبتتكلم على النقاط اللي محتاجه ان هي تتعدل في منتخب مصر، وبتتكلم بطريقه تحفيزيه شويه للاعيب المنتخب. الجمهور المصري كله مستني احرازهم هذا اللقب الغالي جدا عشان يبقى اللقب رقم 8 في تاريخ مصر، ودي حاجه طبعا تبقى كبيره جدا جدا. بقالنا فتره ما بناخدش بطوله الامم الافريقيه، كنا غايبين عنها بقالنا ثلاث دورات متتاليه، ورجعنا 2017 في الجابون وصلنا النهائي بس ما وفقناش بالفوز باللقب. المره دي البطوله على ارضنا، المره دي باذن الله مش هنتنازل عن تحقيق بطوله الامم الافريقيه، وثقه كبيرة جدا 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 في الجهاز الفني بقيادة مستر أجيري، في اللاعبين، في المسؤولين عن الكرة المصرية، اتحاد الكرة، واثقين فيهم ثقة كبيرة إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله إن هم يأدوا المطلوب المرحلة الجاية، لأن المرحلة الجاية ما فيهاش هزار بقى خلاص، اللي جاي ما فيهوش هزار. لا قدر الله تخسر بره البطولة، تكسب تكمل مشوارك، إحنا عايزين نكسب ونكمل مشوارنا. فالمرحلة الجاية ما فيهاش هزار، وإحنا واثقين في كل المسؤولين عن المنتخب وكل الجهاز الفني لمنتخب مصر وكل لاعبي منتخب مصر. ان شاء الله مستنيين منهم فوز ايا كان من المنتخب اللي هنقابله في دور ال 16 يوم السبت القادم. بالنسبه للمنتخب بقى اللي احنا هنقابله، عندنا كتير جدا او منتخبات كتيره جدا شرحها. احنا عارفين ان الاولويه هتكون للمجموعه الثالثه، الاحسن توالد في المجموعه الثالثه او الرابعه او الخامسه، الاولويه للمجموعه الثالثه اللي هي مين؟ كينيا. كينيا عندها ثلاث نقاط وخسرت من السنغال 3-0، فعندها ماينس 4 يعني سالب 4 اهداف، فبالتالي الفرص بتاعتها ضعيفه شويه، وده هيترتب على ايه؟ هيترتب على مباراه اليوم وفيما يتعلق بانجولا في المجموعه الخامسه. المجموعه الرابعه جنوب افريقيا في الانتظار، برضو بيترتب على المباراه النهارده لانجولا، وانجولا هتلاعب النهارده مالي الساعه 9، والنتائج بتاعه المجموعه الخامسه بالتحديد هي اللي هتحدد لك انت هتواجه مين. فالمرجح كينيا، جنوب افريقيا رقم 2، رقم 3 انجولا او مالي او تونس او موريتانيا. الفرص في المجموعه الخامسه بالتحديد متاحه لكل المنتخبات يعني، لان في تونس عندها نقطتين وانجولا عندها نقطتين، موريتانيا نقطه، مالي عندها 4 نقط، فالامور متقاربه، فلسه الامور ما اتحسمتش، هتتحسم ان شاء الله باذن الله النهارده الساعه 11 بالليل، هنعرف مين المنتخب اللي هنقابله في دور ال 16. بالتالي مطلوب من الجهاز الفني منتخب مصر ان هو يتابع بشكل قوي هذه المباريات، ولما نعرف مين هنقابله يركز، عشان التصريحات اللي كان قالها مستر أجيري بعد المباراه يعني، واكيد حضراتكم عارفينها ومش عايزين نتكلم فيها تاني. ركز في ايه؟ في المنتخب واسلوب لعبه وادائه، ما تتفاجئش بيه في الملعب، وده شيء هيكون مهم جدا. فاين كان باذن الله، باذن الله اي منتخب هنقابله باذن الله المنتخب المصري قادر بشكل كبير جدا على التاهل لدور الثمانيه، وبعد كده بقى نشوف بقى مين المنتخب اللي هنقابله في دور الثمانيه ان شاء الله، هيكون اقرب يا اما غانا يا اما الكاميرون اللي هيكسب فيهم يعني. فمشوار لسه طويل، محتاج مؤازره الجماهير، محتاج تشجيع المصريين اللي بيحضروا المباريات، ودي جزئيه مهمه قوي، لان فعلا فعلا المشجعين المصريين اللي بيكونوا موجودين في استاد القاهره بيقعدوا يتفرجوا على الماتش بس، معرفش الصوت ما بيبقاش منقول في التلفزيون او ايه، بس تقريبا يعني كده الواضح ان هم بيبقوا قاعدين بيتفرجوا بس. لا، التشجيع مهم جدا وضروري جدا جدا في المرحله دي، عشان التشجيع ده باذن الله ودعوات المصريين هي الاساس في تاهل المنتخب خلال الفتره اللي جايه. كل الدعوات بالتوفيق لمنتخب مصر فيما هو قادم من مشوار مهم جدا في بطولة الأمم الأفريقية خلال هذه الفترة.